سبحانك ربي منزل الكتاب ومجري الصحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم حينما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل السيد المسيح عيسى ابن مريم عندما اقتفض من على ذراع ابنه امه ورد على الكون كله قائلا اني عبد الله اتاني الكتاب. سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. انت الله الاول بلا بدايه وانت الله الاخر بلا نهايه. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها كيفما شئت وكيفما تشاء. يا مجيب السائلين حملت ذنبي ورحت ادق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. الهي لا نسالك رب القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نأمن بقضائك ونرضى ببلائك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بهذا أراد الله وهكذا يفعل الله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أصلي وأسلم وأبارك على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأنقى والقلب الأجقى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نبي إذا سألت عن شعره فكان ليلا بهيما، وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا، وإذا سألت عن حاجبه فكان نونا، وإذا سألت عن فمه فكان ميما، وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا، وإذا سألت عن يديه فكم أحيت عديما، وإذا سألت عن قدمه فكم سعت للخير تقديما، وإذا سألت عن خلق الحبيب المصطفى سيدنا رسول الله محمد فكان خلقه عظيما. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها السادة الحضور الكرام، عدنا مع حضراتكم إلى ساحة القرآن والعود أحمدي لنرد الواجب لأهل الواجب. ونحن نودع في هذه الليلة القرآنية فقيد عموم عائلة أبو طالب الراحل الكريم العميد رأفت فتحي أبو طالب. فنسألك ربنا بحق هذا اليوم العظيم أن تجعل القرآن العظيم هدية له في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. هيا بنا إلى ساحة القرآن. يحضرنا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. إن
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن بسم الله الرحمن الرحيم طه وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن السماوات العلى الرحمن
Oh.
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا Oh,
فلما أتي فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع
لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا قال هي
فهي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. واضمم يدك إلى جناحك يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
من الغم وحزن
وصلاتك لنفسي. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Love.